طيب، مباراة الأهلي والترجي إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة هتكون على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري نوعا ما طبعا أقل بكثير من الأعداد اللي حضرت في مباراة الرجاء والهلال السوداني، ولكن نتمنى تكون يعني مباراة استثنائية أو فترة استثنائية قبل إن شاء الله بإذن الله مباراة النهائية في حال التأهل هتتلعب في استاد القاهرة بإذن الله يوم 4/6. طيب، يمكن منذ لحظات كده الاتحاد الافريقي بعت ايميل متعلق بالتحضيرات الخاصه بمباراه الاهلي والترجي التونسي. المؤتمر الصحفي هيكون بكره ان شاء الله، المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ومعاه احد لاعبي الفريق هيكون الساعه 12 الظهر في قاعه المؤتمرات الصحفيه في استاد القاهره الدولي. المؤتمر الصحفي لنادي الترجي التونسي هيكون عقب مؤتمر الاهلي الساعه 12:30، يعني الاهلي 12 والترجي التونسي الساعة 12:30 في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة الدولي. المران المخصص للنادي الأهلي وهيكون مسموح بتصوير أول 15 دقيقة. هيكون تدريب الأهلي الساعة 4:30 في ملعب التتش في الجزيرة، وتدريب الترجي التونسي هيكون بكرة الساعة 10 مساء في نفس توقيت المباراة، يعني أول ربع ساعة متاحة لكل وسائل الإعلام تصور الربع ساعة الأولى. التمرين هيكون الساعة 10 في استاد القاهرة الدولي. طيب، حكام المباراة. المباراة هيديرها تحكيميا الحكم الموريتاني دحان بيدا، معاه مساعد أول الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، المساعد الثاني الموريتاني حمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كولوتوري. في غرفة تقنية الفيديو بيقود تقنية الفيديو الحكم الغاني دانيال لاريا اللي كان بيقود مباراة الوداد وسان داونز الأسبوع الماضي، وهيكون مساعد فار معاه في غرفة تقنية الفيديو المغربي سمير قزاز. المباراة دي هيكون فيها اثنين منسقين أمنيين، يعني اثنين منسق أمني في هذه المباراة، تم زيادة منسق أمني آخر، لأن دايما في كل مباراة بيبقى منسق أمني واحد، لا المرة دي في نصف النهائي في اثنين منسق أمني، ونفس الأمر في مباراة سان داونز والوداد يوم السبت الساعة 4 العصر هيكون في اثنين منسقين أمنيين أيضا في المباراة اللي هتتلعب في بريتوريا. بنسبة كبيرة، وده يعني إن شاء الله هنعرفه بعد قليل حتى من زميلنا كريم أحمد في التدريب، محمد الشناوي طبعا لن يلحق مباراه الترجي يوم الجمعه المقبل، بالاضافه طبعا مش هيكون موجود في الثلاث مباريات اللي هتتلعب في الدوري عقب مباراه الترجي، وفرصه عشان يتعافى من الاصابه اللي لحقت به في اليومين اللي فاتوا قبل بقى ما يستعد ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله لما نوصل للمباراه النهائيه اللي هتتلعب في استاد القاهره يوم 4/6. كل التوفيق للفريق. النهارده في تدريب في هذه اللحظات انا معاكم على الهواء، التدريب حاليا في ملعب التتش بالجزيره، بكره ايضا في تدريب زي ما قلت لحضراتكم هيبدا الساعه 4:30، الفريق يخش معسكر، ويوم الجمعة المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نتمنى يا رب نقرر نفس النتيجة في استاد القاهرة، ولما لا يبقى عدد أكبر من كده، لأن الأرقام التاريخية دي مهمة في المواجهات الحاسمة. عموما نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند.